لم يكن الأهلي بالنسبة للعامر فاروق مجرد هذا البيت الكبير الذي تعلق به منذ الصغر، ولا ذلك النادي العظيم الذي شجعه طيلة كل هذه السنوات في كل الألعاب، بل كان الأهلي بالنسبة للعامر هو الحب والحياة ولحظة الوداع. فقد كان آخر ما شاهده العامري قبل الدخول في الصراع مع المرض وفقدان الوعي هو الأهلي، الجدران والأعضاء والأحباب، وكان آخر مكان ابتسم فيه ابتسامته المعهودة مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سقط العامري فاروق داخل الأهلي وهو يحتفل بعيد ميلاده في 7 نوفمبر الماضي، ليكون آخر مكان يحتفل فيه بعيد ميلاده هو الأهلي، وآخر مكان يتحدث فيه ويبتسم به هو الأهلي. استمر العامري عاشقاً للأهلي مهموماً به حتى آخر لحظات حياته، ممسكاً بأوراقه وملفاته التي يفوح منها عشق النادي الكبير. نصف قرن من الحب الصادق بين العامري والأهلي. قصة حب العامري للأهلي بدأت منذ الطفولة وظل مرتبطاً بالكيان والمكان، فكان عضواً بالنادي منذ الصغر وانضم إلى لجان النادي المختلفة، وبرز اسمه بقوة بين شباب النادي قبل أن يخوض انتخابات عام 1996 تحت السن. وإن لم يحظى بالنجاح لكنه استمر في الحب والعمل، وازداد نشاطه داخل لجان الأهلي، ليقرر بعدها الرمز الكبير صالح سليم ضمه لقائمته الانتخابية تحت السن في انتخابات 2000، وظل في موقع المسؤولية حتى عام 2012 إلى أن تم اختياره وزيراً للرياضة قبل أن يعود لناديه الحبيب في نوفمبر 2017، وحتى رحيله عن دنيانا تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من الحب والاحترام والتأثير والمكانة. وضع العامري فاروق خلال مسيرته الناجحة مع الأهلي بصمات عظيمة عبر كل المناصب التي تقلدها، وانحاز دوما للعلم والاحترافية في العمل، وساهم في الطفرة التكنولوجية والرقمية داخل النادي، وشارك بوعي كبير في نجاح احتفالية مئوية الأهلي عام 2007 من خلال عمله الرائع بلجنة توثيق المئوية. نال العامري ثقة كبيرة من الكابتن محمود الخطيب الذي اختاره نائبا له في دورة 2017-2021، وحافظ على نفس منصبه في الدورة الحالية بعدما حصد ثقة الجمعية العمومية بالتزكية في انتخابات نوفمبر 2021. وهب العامري حياته لخدمة الأهلي والرياضة المصرية، وظل مهموما بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي، ومطالبا بكثير من التغييرات. كان العامري نموذجا نادرا في الإخلاص والجهد المتواصل، جابراً للخواطر، محبوباً من الجميع بفضل طيب خلقه وتواضعه الجم وابتسامته التي لا تغيب، لذلك بكاه ورثاه الكبير والصغير. فقد الأهلي واحداً من أغلى أبنائه على مر العصور، وإدارياً ومسؤولاً مخضرماً ربما لا يجود الزمان بمثله كثيراً. ولن ننسى كلماته التاريخية: الأهلي قوته في جمهوره وأبنائه، وقد كان العامري من أنبل الأبناء. رحل العامري لكن سيرته لن ترحل أبداً.